أسئلة المرشحين المحترمين إلى ضيف استوديو الحوار الدكتور محمد مرسي. كان قبل الاستراحة سؤال المرشح المحترم خالد علي، الآن السؤال الساخن من المرشح المحترم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. نشوف السؤال ونشوف الإجابة. سؤالي للسيد الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة، فيما اعتدنا عليه نحن المصريين على مدار هذه السنة التي مرت على الثورة من تغيير مواقفكم. أنتم أعلنتم على مدار هذا العام أنكم لن ترشحوا للبرلمان إلا ثلث أعضاء مجلس الشعب أو حدود 35%، ثم غيرتم موقفكم ورشحتم 90% من أعضاء البرلمان، وأعلنتم أنكم لن تطرحوا مرشحا للرئاسة على مدار عام كامل، بل قلتم أن ترشيح إسلامي للرئاسة يشكل خطرا على الوطن، ثم قمتم بطرح مرشح لكم دون إبداء أسباب منطقية أو مقبولة في كلا الأمرين. أيدتم حكومة الجنزوري ثم انقلبتم عليها ورفضتموها، أيدتم وثيقة الفريق سامي عنان ثم بعد ذلك غيرتم موقفكم وقلتم إنه يشكلون أو بعضا من المجلس العسكري يشكل الثورة المضادة لهذه الثورة. تغير موقفكم بهذه الطريقة لا يجعل الناخب المصري يثق في وعودكم. أنتم تطرحوا برنامج، بتطرحوا وعود الآن، ما الذي يجعلني أنا كناخب مصري أو أي ناخب مصري آخر يثق في أنكم صادقين في هذه الوعود أو بالفعل سوف تنفذون هذه الوعود؟ ما الذي يعني يدفع الإنسان إلى أن هذا كله ممكن يتغير، ثم تقدم مبررات غير منطقية غير مقنعة لهذا التغير كله؟ أتمنى أن أجد منك أخ الدكتور محمد إجابة على هذا، مع تمنياتي لك ولكل المرشحين بكل التوفيق. أنا يسعدني ويشرفني أن أكون رئيس حزب الحرية والعدالة، وده حزب كبير جدا. ده حزب كبير جدا ومنتشر جدا في مصر، على الرغم من أنه عمره لم يصل إلى العام حتى الآن. ويسعدني ويشرفني أن أكون ابن الإخوان المسلمين وخريج مدرسة الإخوان المسلمين. المدرسة الأصيلة في التكوين والتربية وتعميق معنى المواطنة والانتماء للوطن بالمرجعية الإسلامية التي توجد هذا في كل أبنائها. والحزب والجماعة لا يغيرون مبادئهم، آليات العمل ووسائله قد تتغير من مرحلة إلى أخرى، وهذا موجود حتى في الفقه الإسلامي بتغير الزمان والمكان. بس كده أنا جاوبت كده حضرتك. يبدو دكتور مرسي، وأنا متأكد أنه يقدر يجاوب، هو تجنب الإجابة المباشرة على النقاط. صحيح. وأعتقد أنه هو كان ما بين خيارين، يرد على النقاط فيبدأ باب ملاسنة بينه وبين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ابن وعضو سابق لجماعة الإخوان المسلمين في معركة رئاسة، أو أنه هو يحاول أن يتجنب الملاسنة. أنت شايف الإجابة إزاي؟ هو اختار أن يتجنب الملاسنة، واختار أن يتجنب الإجابة على السؤال بشكل مباشر، وإنما أكد على الثوابت اللي هو أنه إحنا عندنا مبادئ عمرنا ما بنغيرها. إنما بس هم كتير من منتقد الإخوان بيدفعوا بالنقاط اللي أشار إليها الدكتور عبد المنعم. أنا كنت أتمنى أن الدكتور محمد مرسي يقدم إجابة تفصيلية، بل ياخد الوقت اللي هو عايزه من الأستاذ خيري ويقول له أنا هاخد نقطة نقطة واتكلم عنها، إحنا ليه قلنا ده، كانت إيه أسبابنا، ولما تراجعنا عنه كان إيه أسباب التراجع. لكن هو للأمانة قال أنه مجموعة قيم موجودة عندهم، لكن هذه
الأمور بتتغير بتغير الظروف، بس هي هنا ليها علاقة بالثقة والمصداقية في وعود الجماعة. هنا برضو يعني لو هو في النص أشهر للشريعة الإسلامية وأن الفقه فيه اختلافات، صحيح الشريعة ثابتة والفقه بيتغير، بس احنا ما بنغير الفقه بنعرف هو اتغير ليه، يعني بنعرف ايه هي الاسباب التي دفعت مفتي ما انه يغير فتوى اخرى سواء له او لاخرين. فانا مره اخرى كنت اتمنى من الدكتور انه دكتور مرسي انه يجيب على النقاط واحده واحده، ده كان هيبقى مفيد اكتر من التاكيد على الثوابت بس. متهيألي انا كواحد فرض انا ناخب متردد وما اناش عارف، لا الافضل انه المرشح يقدم اجابه تفصيليه بحيث انه يعني لو الموضوع ده طرح مره يعني اخرى. يعني كمبدا عام حضرتك مش مع انه اي مرشح، احنا بنتكلم على اي مرشح لا يتجنب الصدام. بالظبط الغموض، لان هنا مش لا يتجنب الصدام بالغموض. يعني اقصد يتجنب الصدام ممكن، انما ما يكونش بالغموض. الغموض لا يفسر لصالح المرشح، وبالتالي الاوضح افضل من غير الواضح. تمام، نيجي لسؤال مهم جدا يبدو بسيط للغاية بس الإجابة كانت شديدة ونارية. نعم. السؤال اللي بيسأله الفريق شفيق لكل مرشح على فكرة، يعني ما غيرش السؤال مع كل المرشحين، وده كان خامس مرشح بيسأله نفس هذا أو رابع مرشح لأنه هو الخامس، فطرح عليه سؤال لكن نتوقف أمام الإجابة وليس السؤال. السيد الأستاذ الدكتور محمد مرسي، بعد كل تمنياتي الطيبة كنت عايز أسأل حضرتك إذا اخترت واحد من زملاء المرشحين في حالة قبوله للعمل معك كنائب رئيس الجمهورية في حالة فوزك بإذن الله، يقع اختيارك على مين؟ يا ترى نقدر نعرف؟ بالتأكيد مش هيكون حد كان له علاقة بالنظام السابق. السؤال الإجابة دي تفيده فين أو تفيده إزاي إن وجد إن هي كانت بتفيده، وتخسره فين وإزاي إن وجد إن هي ممكن تخسره. الإجابة دي فيها ثلاث جوانب، الجانب الأول رده هو، وهو رد مبدئيا مفهوم ليس فقط من قبل الإخوان ولكن من كل المحسوبين على الثورة. إنما رد فعل الشباب المحيطين بالدكتور مرسي ويسقط الفلول خلى الموضوع في بعد يعني عايز أقول إنسانيا ما هوش موفق أوي، لأن رأى الدكتور الفريق شفيق بيسأل بلغة وبأطيب تمنيات وباحترام وسيادة، فبدا الأمر كما لو إنه هو بيقدم السؤال علشان يتلقى إجابة طيبة، فوجه برد فعل لحد بعيد مش بنفس الروح يعني. لكن إجابة الدكتور مرسي نفسها ما فيش فيها مشكلة، يعني أقصد مفهوم أنه أنا مش عايز زي ما حد يساري يقولك أنا مش هجيب واحد من الليبراليين أو واحد علماني يقولك أنا مش هجيب واحد من الإسلاميين، فإجابة الدكتور مرسي بذاتها ما فيش فيها مشكلة. هيخسر عند مين؟ متهيألي هيخسر عند الناس اللي ربما يقولوا طيب يا إخوان بما أن أنتم خلاص خدتم البلد ما تتصرفوا كرجال دولة وخلوا الدولة معاكم، خدوا معاكم ناس من اللي تعرف إزاي تدير شؤون الدولة، ناس لها خبرة سابقة في هذا المجال. طبعا مش بالضرورة يكون يعني الفريق شفيق أو اسم من الأسماء المرشحة للرئاسة، لكن يكون مثلا وزراء سابقين، لكن مثلا يقولك أنا في وزراء سابقين على عهد، هو قال حاجة زي كده مبارح، وزراء سابقين محسوبين على عهد مبارك لكن كانوا ناس معروفين بعفة اليد، معروفين بأنهم كانوا إصلاحيين جوه نظام فاسد ولا آخره، فممكن نستفيد بهؤلاء لأنه ده بيدي اطمئنان بأنه النقلة مش هتكون استبدلنا يعني ناس كانت خبيرة في إدارة الدولة درجة إن هم يعني خلت الدولة سيطر على المجتمع لناس جداد تماما على العملية كلها، وبالتالي يعني الله أعلم إيه اللي هيحصل. سؤالي الأخير لحضرتك، خلاصة اليومين زي ما بتشوفهم النهاردة، يعني حينما يذهب الدكتور مرسي إلى فراشه ما هي حصيلة أدائه في اليومين اللي فاتت؟
اعتقد انها كانت فرصه جيده جدا انه بيسال. يعني انا تابعت بعض اللقاءات السابقه مع الدكتور مرسي وكنت شايف انه لحد من الرجل بيسال فيما لا يقدم من خلاله برنامجه ولا يقول لنا هيعمل في مصر لما يبقى رئيس جمهوريه. لا، هنا كان في فرصه كبيره انه ياكد قضايا متنوعه جدا من التعليم لعشوائيات الاقتصاد. فاجمالا انا اتصور ان هو كسب انه وضح الغامض في مشروع النهضه اللي بيتبناه الاخوان وحزب الحريه والعداله. من ناحيه ثانيه متهيألي انه قدم نفسه كشخص بانه في الصفات اللي كتير من المصريين ممكن يلاقوها في اخوه وفي باباه وفي عمه. طيب، نشوف نتيجه التصويت على الاس ام اس والفيسبوك ونشوف هل الحوار افاده ام لا. السؤال اللي كان مسؤول الحوار مع المرشح الدكتور محمد مرسي، هل غير رايك فيه؟ اكد رايك فيه ولست متأكدا. على الفيسبوك 10% قال انهم غيروا رأيهم فيه. وعايز حضرتك تتوقف مش امام ال 84% على 10% فكرة التغير. نعم. وأكد رأيك فيه 84% و6% مش متأكدين. بالنسبة للتصويت او الاتصال على الرسائل النصية الاس ام اس كان الإجابة على النحو التالي: 5% بس، هم أقل بقى من الفيسبوك. 5% غير رأيك فيه، 94% أكد الرأي فيه، والعينة المحتارة 1% بس. نعم. تفهم إيه من الإجابة؟ اولا الجزء اللي غير رايه ده، يعني هو ده معيار نجاح البرنامج بقى. يعني اقصد هنا مش تقييم للسيادة المرشح بقدر ما تقييم البرنامج، ان البرنامج خلى نسبه 10% او 5% او ربما متوسط الاثنين يكون 7.5% اعادوا النظر في المساله ايجابا او سلبا، احنا ما نعرفش. طب انا بس فاتني ان انا اقول انه على الاس ام اس عدد او حجم العينه كان 12446 12446 وعلى الفيسبوك 36865 ودول غير نفس الأعداد تقريبا المماثلة اللي كانت امبارح. فاحنا تقريبا بنتكلم في قرابة حاجة وتسعين ألف من امبارح للنهاردة، إلا إذا كان بعضهم وما عندناش وسائل ان احنا نعرف اذا كان هم ولا لا، او بعض منهم تكرر ولا لا. ده صحيح، لكن مره ثانيه بنرجع للفكره الاساسيه اللي احنا ربما كررناها في اكثر من حلقه، وهو انه في فعلا نسبه من الناس بتعيد التفكير في المرشح ايجابا او سلبا، ما نقدرش نحكم على ده. انما متهيألي بحكم اللي انا سمعته من بعض الناس انه لا، هيميل الموضوع للايجابي، بمعنى ان في ناس كتير بصوا للحلقتين على اعتبار انه يعني ده شيء ايجابي ان احنا نشوف الدكتور مرسي بالطريقه يعني دي. خرج مثل كل المرشحين المحترمين السابقين وهو استغل فرصة لكي يقدم نفسه. ده صحيح. ويشرح نفسه، وهو ده الهدف من الحوار انه يشرح نفسه. اما مدى قبول او عدم القبول او التأييد او عدم التأييد ده متروك لاختيار المشاهدين دائما. صحيح. بنقول للسادة المشاهدين غدا الجمعة ان شاء الله حلقة مهمة للغاية من الساعة 9 للساعة 12. الحلقة كلها مخصصة لتحليل كل ما دار في الفترة الماضية من المرشحين الخمسة، تحليل مجمع وتحليل معمق لهذا الموضوع. تابعونا لأهمية هذه الحلقة بإذن الله. في نهاية الحلقة تصبحوا على خير، وليحفظ الله مصر من كل سوء.